نعلن اليوم عن إلقاء القبض على أهم قيادي في تنظيم القاعدة بعد المجرم أبو أيوب المصري. إنه الرجل الثاني في التنظيم. إنه حامد جمعة فارس جوري السعيدي، والمكنى أبو همام أو أبو رنا، وهو المسؤول المباشر عن المجرم هيثم البدري، مخطط ومفجر مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. لقد نفذ السعيدي سياسة تنظيم القاعدة في العراق وأمامر المقبور الزرقاوي في إشعال الفتنة الطائفية في العراق من خلال محاولة إشعال الحرب الأهلية بين السنة والشيعة، وخاب فألهم وبئس ما يخططون له. أن تنظيم القاعدة في العراق يعاني من أزمة قيادة حقيقية، وقد قامت قواتنا المسلحة